إن أول ما يجب أي شرعا، وإنما لم أقيده بذلك كما وقع في الإرشاد، يعني هو في المتن قال إن أول ما يجب، اعلم أن أول ما يجب، ولم يقل أول ما يجب شرعا، وإنما عند الشرح فسر قال أي شرعا، وإنما لم أقيده بذلك، يعني بقوله إيه شرعا كما وقع في الإرشاد لمين؟ لإمام الحرمين رضي الله تعالى عنه وغيره، يعني وغير الإيه الإرشاد. لماذا لم يقيده اللي هو الشيخ السنوسي رحمه الله تعالى؟ لعدم اختصاص القيد بهذا الواجب. طبعا في الشرح بيقول كان الأولى أو كان الأنسب بهذا الحكم اللي هو إيه؟ الحكم بأن النظر واجب، يعني الحكم بوجوب النظر، يعني حكم النظر واجب شرعا، بل هو أول واجب. فهو بيقول لعدم اختصاص القيد بهذا الواجب، الأولى أو الأنسب أن يقول لعدم اختصاص القيد بهذا الحكم بدليل إيه؟ الإضراب، بل لم يقل الواجبات، وإنما قال بل الأحكام كلها، يعني الأحكام كلها سواء كانت وجوب، الأحكام إما الوجوب إما إيه؟ الحرمة، إما الاستحباب، إلى الأحكام الإيه؟ الشرعية، بل الأحكام كلها إنما تثبت عند أهل السنة بالشرع. ومعنى تثبت يعني تعلم، خلاص، لأن الأحكام الشرعية ثابتة، خلاص كده، وتعلم من إيه؟ من جهة الشرع لا من جهة الإيه؟ العقل، كما يقول مين؟ المعتزلة. لكن ما المراد بالشرع هنا عندما قال الأحكام، يعني الأحكام الشرعية اللي هي إيه؟ الوجوب والجواز والحرمة اللي هي الأحكام الخمسة، الأحكام كلها إنما تثبت عند أهل السنة بالشرع. فلو كان المراد بالشرع الأحكام الشرعية فيكون الكلام غير ليس له فائدة، أو يكون الكلام لا معنى له، كأنه قال الأحكام الشرعية تثبت بالأحكام الشرعية. وإنما إيه المراد بالشرع؟ ليس المراد بالشرع يعني الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية، وإنما المراد به بعثة الرسول. أي رسول؟ ليه؟ أي رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسولا. أما بالنسبة لأمتنا فالمراد بعثة مين؟ بعثة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ما المراد بالشرع؟ بعثة الرسل، وليس المراد بالشرع الأحكام الشرعية، فيصبح الكلام لغو لا معنى له، كأنه قال الأحكام كلها بما فيها الوجوب واجبة بالأحكام الشرعية، وهذا يعتبر إيه؟ كلام لغو ولا فائدة إيه فيه. يبقى بل الأحكام كلها إنما تثبت، يعني إيه؟ يعني إيه تثبت؟ تعلم، خلاص، أو تؤخذ. وحكمت المعتزلة فيها العقل. هي معنى حكمت المعتزلة فيها يعني في الأحكام الإيه؟ في الأحكام مش الشرعية، لو قال لو سموها شرعية كان قال في الأحكام. وحكمت المعتزلة فيها العقل، بمعنى إيه؟ بمعنى جعلوه حكما بأن زعموا أنه يستقل غالبا،
ده راجع الكلام المعتزلة راجع للقاعدة بتاعتهم اللي هي التحسين والتقبيح العقليين. يعني ايه معنى المعتزلة حكمت العقل؟ يعني جعلوه او زعموا انه حكما يستقل غالبا بإدراك الايه الحسن والقبح او الحسن والقبيح والمثاب عليه والمعاقب عليه. يعني يقولوا لو ما فيش شرع اصلا ولو لم يبعث اي رسول فيمكن للعقل ان يعرف ما هو حسن وما هو قبيح وبالتالي يثاب الانسان على ما حسنه العقل ويعاقب على ما قبحه العقل. والشرع إنما هو مؤكد أو معين، يعني الشرع يأتي للتأكيد أو يأتي مساعد، وليس معنى كلام المعتزلة أنهم يسندون التكاليف الشرعية للعقل وينكرون الشريعة، ليس هذا هو المعنى. فلو كانوا يسندون التكاليف إلى العقل وينكرون الشريعة لكفروا، ده بل بالعكس ده بيستشهدوا بها، ولكن يستشهدون بها ويجعلونها تقر الأحكام على سبيل الإيه؟ على سبيل التوكيد أو على أنها معينة، ولكن ليست إيه؟ ليست هي إيه؟ تمام كده فهمنا كده؟ هذا هو كلام مين الإيه؟ هذا هو الفهم الصحيح لكلام المعتزلة. يعني جعلوا العقل حكما يعني ممكن يستقل بإدراك الحسن والقبيح ويعرف إيه اللي فيه عقاب وفي إيه وفي ثواب. أمال الشرع يأتي إيه؟ يأتي مجرد إيه مؤكد ومعين، وليس معنى كلامهم أنهم ينكرون إيه الشريعة. خلاص وحكمت ليس منشئا كاشف، يعني يستطيع أن يصل يستقل بالوصول إلى ما هو حسن وهو قبيح، لكن ما هو حسن وهو قبيح بيقول له القبح والحسن ده ممكن يكون ذاتي في الأشياء، ولذلك العقل يستطيع يكشف عن هذا ولا يستقل. ولو كان مستقلا لأنكروا الإيه؟ لأنكروا الشر، إنما يستقل في الكشف في الوصول وليس في التأسيس، بدليل أنهم يعدون من الفرق الإسلامية وليسوا جاحدين للوحي ولا جاحدين للنصوص أو للأحكام الشرعية.